السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام، وحييكم بي على الهواء مباشرة أينما كنتم داخل وخارج الوطن إلى هذه الجولة الجديدة من برنامج حديث الصحافة، الذي نستعرض لكم فيه أبرز عناوين الصحافة المحلية والمواقع الإلكترونية وبعض مقالات الرأي وتحليلتي نختارها لكم من المواقع الإلكترونية الإخبارية وما يكتبه النشطاء والسياسيين وغيرهم من المهتمين بشأن اليمني على مواقع التواصل الاجتماعي. إذا نبدأ لكم هذه الجولة بأبرز ما جاء من عناوين في المواقع الإلكترونية الإخبارية، ونبدأ بالمصدر أونلاين. المصدر أونلاين: الجيش ينتقل من الدفاع إلى الهجوم في نهم ويستعيد السيطرة على بعض المواقع. وزير الدفاع يترأس اجتماعا لقيادات عسكرية في مأرب. معارك عنيفة مستمرة في نهم، والخارجية تقول إنه لم يعد هناك جدوى من اتفاق الحديدة. المحافظ بن عديو: شبوة حصلت على 31 مليون دولار حصتها من مبيعات النفط الخام. أفواج الجراد تجتاح مدينة تعز ومديريات المحافظة المطلة على البحر الأحمر. مشرف حوثي يقتل شقيقين ويصيب ثالث بسبب رفضهم تأجير أرضية له في صنعاء. الصحوانت: تشييع مهيب لجثمان قائد اللواء 203 العميد الركن زيد الشومي بمأرب. ميليشيا الحوثي تختطف العشرات من المواطنين في إب. الحضرمي: لن نسمح باستغلال اتفاق الحديدة لتغذية معارك الحوثي التي يختارها. وزير الدفاع يرأس اجتماعا عسكريا في مأرب ويؤكد أن تحرير صنعاء خيار لا رجعة عنه. مقتل وجرح عدد من الحوثيين بنيران لجيش شمال البيضاء. وكالة سبأ: مصرع قيادي حوثي وتدمير تحصينات في الصفراء بصعدة. فتح يواجه السلطات المحلية بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي في توزيع المساعدات الخاصة بالشهر الحالي. اشتداد المعارك في جبهات الجوف وسقوط عشرات القتلى في صفوف الميليشيا. وزارة حقوق الإنسان تدين قصف منزل عضو مجلس النواب بمدينة مأرب. البنك المركزي يعلن وصول الموافقة على السحب من الوديعة السعودية للدفعات الجديدة. قائد المنطقة السابعة: أبطال الجيش يسطرون بطولات خالدة في جبال نهم. العاصمة أونلاين: محارق الموت، وصول أكثر من 200 جثة لقتل الحوثيين إلى صنعاء خلال يوم. معارك نهم تلتهم عناصر الميليشيا، وأحياء صنعاء تستقبل مئات القتلى من الحوثيين. بلا توقف حرائر اليمن يسيرون قافلة غذائية دعما لأبطال الجيش في جبهات القتال. استنزاف وخسائر بالجملة، كيف دفعت معارك نهم ميليشيا الحوثي لطلب الدعم من سكان صنعاء. استشهاد امرأتين وإصابة 5 آخرين في قصف لميليشيا الحوثي على حي سكني بمأرب. حرب حوثية مستمرة ضد الاقتصاد، مداهمة لسوق ذهبان بصنعاء وإغلاق محل خياطة. إدانة دولية واسعة تستنكر جريمة استهداف الحوثي جامعا بمأرب. الجيش يتقدم في نهم ويكبد الميليشيا أكثر من 70 قتيلا بينهم قيادات. سبتمبر نت: مدير شرطة السير في تعز 120 حملة ضبط ميداني وحجز 1729 سيارة مخالفة في المحافظة. رئيس الوزراء يجري اتصالات هاتفية بمحافظي الجوف وصنعاء للاطلاع على سير العمليات القتالية. في حوار مع صحيفة 26 سبتمبر، وكيل محافظة مأرب: الاصطفاف خلف القيادة الشرعية أبرز عوامل النصر، والأحلام الحوثية تحطمت على أسوار صنعاء. محافظ صنعاء يشيد بالتضحيات البطولية لمنتسبي الجيش. رئيس الوزراء يشيد بثبات وبطولات أبطال الجيش الوطني في جبهات نهم وصرواح والجوف والبيضاء. إسقاط طائرات مسيرة وعمليات استدراج محكمة في حريب نهم والجوف وأطراف مأرب. الإصلاح نت: إصلاح البيضاء يدين جريمة قصف منزل النائب السوادي. نهم توحد اليمنيين وتكبد الميليشيا الحوثية خسائر بالمئات. إدانات حكومية لقصف منزل البرلماني السوادي في مأرب وقتل وجرح أفراد أسرته. اشتداد المعارك في جبهات الجوف وعشرات القتلى في صفوف الميليشيا. قوات الأمن الخاصة بمأرب تضبط خليتين تعملان لصالح ميليشيا الحوثي. ميليشيا الحوثي بإب تسطو على معدات وأجهزة طبية من معامل التطبيق التابعة لطب الأسنان.
معارك متواصلة في نهم، والخارجية تقول لم يعد هناك جدوى من اتفاق الحديدة. مجلس النواب: الحسم العسكري سبيل وحيد لاستعادة الدولة. غريفيث: استهداف أعضاء البرلمان والمناطق المدنية أمر غير مقبول. سهيل نت: رئيس الوزراء يطلع على سير العمليات القتالية في جبهات نهم والجوف. اشتباكات عنيفة بين الجيش وميليشيا الحوثي بجبهة قاطبة بالضالع، قتلى وجرحى حوثيين بهجوم للجيش والمقاومة بالزاهر في البيضاء. الجيش يدحر هجمات حوثية بالمتون في الجوف ومعارك مستمرة بعدة جبهات. وزير الدفاع يرأس اجتماعا عسكريا ويؤكد أن تحرير صنعاء لا رجعة عنه. كانت هذه أبرز عناوين المواقع الإلكترونية الإخبارية. ما بالنسبة للصحف العربية والعالمية التي بكل تأكيد لا حيز في أخبارها عن اليمن، نستعرض سويا أبرز ما جاء فيها من عناوين، ونبدأها لكم بالوطن السعودية. الوطن السعودية: رئيس حكومة اليمن: ميليشيا الحوثي إحدى أذرع إيران. معارك شرق صنعاء والحوثي يقتل 6 أطفال. الشرق الأوسط: غريفيث في صنعاء لإقناع الحوثيين بمشاورات سلام غير مشروطة. أدان القصف الصاروخي على مأرب ودعا للتهدئة ووقف المعارك. الحكومة اليمنية تشدد على أهمية حماية سعر العملة من التهاوي. تصعيد حوثي يستهدف الأسماء الجمهورية لطمس الهوية اليمنية. العربية نت: الحديدة: الحوثي يشن قصفا عنيفا على الأحياء السكنية. الحوثيون يستخدمون موانئ الحديدة لتهريب الأسلحة. تعز: وقفة احتجاجية تطالب بإطلاق الصحفيين من سجون الحوثي. صحيفة الرياض: الخارجية اليمنية: لا جدوى من اتفاق الحديدة في ظل التصعيد العسكري الحوثي. رئيس الحكومة اليمنية يشيد بالإسناد اللوجستي للتحالف في دعم العمليات العسكرية. الحكومة اليمنية تشدد على أهمية تدخل البنك المركزي للحفاظ على سعر العملة الوطنية. إذن كانت هذه أبرز عناوين المواقع الإلكترونية والصحف العربية والعالمية، والآن إلى مقالة الرأي والتحليل، ونبدأ بهذا المقال للصحفي حسين الصوفي الذي تحدث في مقاله عن أبطال الجيش الوطني وعن معركة نهم التي كشف من خلالها الجيش الوطني عن جاهزيته القتالية وكذلك عن احترافيته. تحدث عن احترافية أبطال الجيش حسين الصوفي في هذا المقال، نتابعه. معركة نهم اليوم تكشف لنا دروسا كثيرة جدا، أهمها أن جيشنا الوطني العظيم نستطيع القول أنه وصل مرحلة الاحترافية العسكرية لو خضع للتقييم بناء على ما تحظى به الجيوش من إمكانيات وظروف نشأة وتدريب وتجهيزات، فإن أبطال جيشنا ستحسب تلك المعايير نقاطا إضافية في تقييم هذا الجيش المثالي الشجاع. تعرض قبل نحو 8 أيام لأخطر خطة يمكن أن تقع فيها أعظم الجيوش في الدنيا، وتم شل الاتصالات التي هي أقوى الأسلحة وهي عصب الجيوش وعمودها الفقري، وهذا ما سبب ارتباكا كبير. لكن حدث التالي: منذ اللحظة الأولى استطاع الجيش إبطال مفعول خطة ميليشيا الحوثي، حيث أفقدها عنصري السرعة والمباغتة، ولكنه بعدما تعرضت اتصالاته للاختراق وقع في ارتباك، وهو أمر متوقع في مثل هكذا عملية خطيرة. ومع ذلك استطاع خلال الأيام الماضية كسر الجموع التي زحفت بأعداد هائلة، وأنجز بأبطال مفعول الأنساق التي كانت مدربة تدريبا عاليا. وأثناء انسحاب بعض الوحدات التي ارتبكت، لم يبقى أمام الأبطال الثابتين في مواقعهم سوى السيول البشرية التي كانت تضخها ميليشيا الحوثي بالمئات، غير أن الغالبية من التعزيزات الأخيرة كانت غير مدربة بما يكفي، وقع غالبية في الأسر. وكان هذا انتصار ضمن سلسلة انتصارات أحرزها أبطال جيشنا العظيم. تم تقييم الأمر من قبل قيادة الجيش واتضحت كل التفاصيل، واستعاد الأبطال الكرة ولملموا صفوفهم وأفشلوا خطة العدو بشكل نهائي. أبطلوا مفعول الخطة نهائيا، وكانت هي المرحلة الأولى، ثم بدأوا في استكمال الخطة العسكرية التي وضعتها قيادة تتحلى بالخبرة والحنكة والذكاء. وقد تم إنجاز انتصارات أسطورية واستعادة مواقع مهمة
سيتحدث عنها المعنيين في جيشنا الوطني لاحقا. ما يمكن التأكيد عليه أن المعركة أثبتت مدى قدرة جيشنا العظيم على إحباط كل المؤامرات والحفاظ على المكتسبات وتمكنه من استعادة زمام الأمور باحترافية كبيرة للغاية سيتم تدوينها في أنصع صفحات التاريخ. لكل العظماء من أبطال جيشنا البطل تحية تقدير واحترام وأجلال، لكل شهداء الأبرار كل الامتنان والتعظيم. يا أنقى وأنبل وأطهر وأزكى من أنجبت هذه البلاد، لأهلنا في كل ربوع الوطن الكبير أبشروا ببلاد تصنعها أيدي أبطالكم، بلاد لا مكان فيها للعنصرية القذرة ولا السلالية القبيحة، وطن جمهوري قوي تصنعه التضحيات الثمينة. يكفي أن تحسنوا عقولكم من الشائعات وتنتصروا لبلدكم باحترام تضحية أبطال أشاوس يصنعون المجد ويرسمون مستقبل اليمن بدمائهم الزكية. المقال التالي للدكتور محمد جميح تحدث فيه عن التاريخ الذي لا يتكرر، بل تحدث عن المواقف التي تتكرر، ويقصد بذلك عن محافظة مأرب القلقون عليها، وقال لا قلق على محافظة مأرب بوجود رجالها وأبطال الجيش الوطني. لا تقلقوا على مأرب، الرجال الذين صدوا حشود الحوثي قبل سنوات تنادوا مع إخوة لهم من كل مكان باليمن لمواجهة الإماميين ومرتزقتهم، والمتسللون إلى مفرق الجوف لم يعودوا من حيث أتوا. المتسللون ذهبوا ثمنا لدعاية حوثية أرادت أن تقول إن المفرق سقط، وما سقط إلا المتسللون. لعل في ذلك خير، لعل من محاسن هجمة الإمامة الجديدة على نهم أنها أعادت إلى الناس عزيمة 2014 بعد أن دب إلى بعضها بعض الوهن وبعض المال. لعل من النتائج الطيبة للهجوم أنه أسقط كاتبة مارتن غريفيث عن السلام. مارتن غريفيث الذي كان في صنعاء ليلة هجوم الحوثيين على نهم تماما كما كان جمال بن عمر في صعدة يوم هجوم الإماميين على صنعاء. يشترك غريفيث مع بن عمر في شيئين، جمود الوجه وتواجد مع الحوثي لحظة شن الهجوم. ومن فوائد الهجوم انحياز أصحاب اللون الرمادي إلى الأخضر الحوثي وانكشافهم البارحة بشكل أعاد إلى الذاكرة الدعوات إلى الحياد في المعارك بين الحوثيين والإخوان المسلمين. التاريخ لا يتكرر لأنه زمن يمضي في خط مستقيم، المواقف هي التي تتكرر فتجعلنا نظن أن 2014 هي ذاتها 2020، واليوم تبرز الحقيقة الماثلة في كل ما بثه الحوثي من دعايات. هذه الحقيقة هي نعوش مقاتليه العائدة إلى صنعاء، أما مأرب فبعيدة عليه، ونهم شوكة حلقة، والجوف تبتلعه رمالها. وأما المواقع التي تسلل إليها فقد انتحر في بعضها، ورجال في الطريق إلى المتبقي منها. قلتها والحوثيون ما زالوا في عمران، والله لو بلغ الحوثي سواحل عدن لما شككت لحظة في هزيمته، وقد انهزم الحوثي في عدن وانكسر في مأرب. واليوم نقول لكل المنهزمين والمتربصين والشامتين، والله لن تنتصر جماعة عنصرية طائفية على شعب يراه العرب ويرى نفسه أصل العروبة، وعلى قوم يراهم المسلمون ويرون أنفسهم أنصار النبي. وحسب اليمنيين عذرا إلى الله وإلى العالم في قتالهم للحوثي أنه هو من بدأ العدوان. هل تذكرون أننا اتفقنا في الحوار الوطني على كل شيء، وأنه لم يعد أمامنا للوصول إلى بر الأمان والاستفتاء على الدستور والانتخابات لولا أن الحوثي قلب الطاولة وسط تصفيق المصفقين أمس الذين يصفقون له اليوم؟ بقي أن أقول لمن ينادون بالسلام والمؤمنين بالتداول السلمي للسلطة إن السلام مع الحوثي مستحيل، لأن من شروط الإمام عنده أن يخرج على الناس بسيفه، وهذا ينسف أسس السلام والتبادل السلمي. وبقي أن أقول للمقتنعين بالانتخابات أن الإمامة قد حسمت الأمر حين حصرتها في البطنين وجعلتها اختيارا إلهيا لا انتخابا شعبيا، وحين كذب عبد الملك أن الله أمر بتوليه. أخيرا لا خيار أمام اليمنيين إلا مواجهة الحوثي، لأن ثمن مقاومته أهون بكثير من ثمن الاستسلام له، والأمر لله من قبل ومن بعد.
وإلى مواقع التواصل الاجتماعي وبداية من الفيسبوك، وهذا منشور لزيد الشليف الذي تحدث فيه عن تضحيات أبطال الجيش الوطني. أنا لست محايدا بل أدعم جيشنا الوطني بكل وضوح، وأعتبر الغبار على قدم الجندي أنظف وأشرف من المراطب والدهانات على وجه مسؤولين ليسوا على قدر المسؤولية أو مفسبكين مهزوزين تهزهم أخبار زائفة هنا وهناك. لا نكذب ولا نوهم الناس بأخبار غير صحيحة، وإن حصل ونشرنا عن جبهة وسقطت كما حصل في عمران عندما كنت على اتصال بقائدها الوالد الشهيد القشيبي سابقا، أو في صنعاء، فلم تكن أخبارنا إلا حقيقة، لكننا لم نكن نتوقع تلك الخيانات التي حصلت. عندما سقطت عمران وصنعاء لم ندرف دمعة ولم نكتب منشورا انهزاميا، بل اعترفنا بالهزيمة حينها وأعلنا مشوار المقاومة الذي انطلق ببضعة جنود لا يملكون حتى الكلاشينكوف. واليوم جيش مدرب مؤهل مهما اعتراه النقص والإشكالات، إلا أنه قادر على تحقيق الأهداف وتحرير الوطن. عندما يهجم الحوثيون أول ما يرتبوه هو الإعلام، فيعز المهام لمخبريهم أن يبدأوا في إعلان سقوط الموقع الذي سيهاجموه، ثم تشتد المواجهات ويتكلم المخبرين على سقوط الموقع. فإن تحقق ذلك يكسب الناس ثقة في مخبريهم أنهم مصادر ثقة وأننا نبيع الوهم، وبهذا يستطيع مخبريهم في المعارك القادمة من كسر عزيمة الناس، وذلك لأنهم أصبحوا مصدر ثقة لدى البعض. المعركة بقدر ما هي محتاجة رجال أبطال مقاومين، هي بحاجة إلى نشطاء وإعلاميين واعيين. مختصر الكلام أن المعارك في فرضة نهم وفي حرب نهم من الميسرة وفي جبال ميمنة وفي صرواح وجبال هيلان، والأبطال هممهم تطاول الجبال، وصنعاء موعدنا ولو طال السفر. ومنشور آخر لحسام الدوح الذي تحدث عن أبطال الجيش الوطني وإصراره على استعادة الجمهورية اليمنية من أعالي جبال نهم. هناك على أعالي جبال صنعاء في نهم وأوديتها تبيت النفوس معلقة ترجو أن يفتح لها باب الجمهورية لتستعيد الحق وتنصر القضية. 4 سنوات وجنودنا الأشاوس ينامون بعين واحدة على تلك القمم، يفترشون الصخور ويصارعون البرد والحر، ويمضون غير أبهين بطعنات المرجفين وصراخ الجبناء. لم يكلوا ولن يملوا، فقد توقفت حياتهم هناك وهم بين عشية وضحاها، بين شهيد وجريح وصابر على طول المعركة وجلد الفاجر وعجز الثقة. لم يتركوا مواقعهم رغم فقر ذات اليد، يأخذون القليل ويقدمون أغلى ما يملكون، يقدمون حياتهم كلها لأجل إحياء القضية وإعادة الحق إلى أهله. لم نسمعهم يوما ولم نرهم على شاشات التلفاز إلا والابتسامة تعلو وجوههم، والأمل يحدو خطاهم، وعزائمهم تناطح السحب، بينما هناك أقلام مرجفة تشكك في تضحياتهم. هناك بين الصخور ينتظرون النصر وينتظرون ساعة الصفر التي تأخرت كثيرا، فلم نعد نعلم هل سيعلن عنها أم لا. والواقع يقول إنه لن تقوم الجمهورية ولن تعود الشرعية إلا على أكتاف هؤلاء الجنود الذين يقدمون كل شيء ويحرمون من كل شيء. إن في أعناقنا دين لجيشنا المرابط على كل الجبهات، لن يوفيه إلا أن نحقق النصر بعون الله ونستعيد الحق المخطوف والجمهورية المغتصبة. عبد الرحمن النهاري له أيضا منشور على صفحتي بالفيسبوك، تحدث عن اللحمة الوطنية وعن النفير القبلي بمساندته لأبطال الجيش الوطني. الاحتشاد والمناصرة والنفير القبلي لدعم الجيش الوطني في جبهات نهم، تلاحم واصطفاف الجبهة الإعلامية في مواجهة ميليشيا الحوثي ومساندة المعركة، وهي الجبهة المتنوعة والمتقاطعة كثيرا. الموقف الشعبي المتأهب نحو التعبئة العامة، كل ذلك ضدا على الحوثي، ودليل قاطع على حسم الخيار الوطني والهدف الجماعي الكبير في العزيمة على إسقاط الإمامة وكسر وهزيمة تنظيم الحرس الثوري في اليمن، ولا زمن الحوثي.
علي المعمري أيضا له منشور تحدث فيه عن جبهتهم، وقال بأن تحريرها هو يعني تحرير العاصمة صنعاء من ميليشيا الحوثي الانقلابية. معركة وجودية في نهم بدأت قبل أيام، ونأمل أن تنتهي باندحار العدوان الحوثي وانكساره إلى الأبد وتحرير صنعاء. لدينا جيش عظيم ملأ صفحات التاريخ مجدا وبسالة وكفاحا وعظمة وبطولات، رغم شحة الإمكانات ونقص العتاد وانقطاع المرتبات، وها نحن نجدد ثقتنا به لدحر العدوان وإنجاز ملحمة التحرير وتجاوز هذه اللحظات العصيبة والفارقة. السلام على أبطالنا في الجبال والسهول، وهم يذودون عنا ويحرسون وجودنا كذوات وتاريخ وهوية. السلام عليهم بحجم هذا البلد الذي حملوه على أكتافهم وقرروا في أسوأ مراحل التاريخ أن يكونوا رواد إنقاذه وعنوان مجده الخالد. أدعو الجميع إلى الالتفات حول الأبطال ومؤازرتهم، فالمعركة أكبر من كل الانقسامات والخلافات. هؤلاء ضوء الفجر القادم، وهذه معركة الوجود التي دونها كل المعارك. إلى تويتر، وبداية بهذه التغريدة لنبيل البوكيدي الذي غرد عن أبطال الجيش الوطني ومن يشكك بوطنيتهم. كم هلل التافهون والمنحطون بالأمس وخرجوا من جحورهم مستبشرين بانتصار الميليشيا التي أسقطت دولتهم وشردتهم في الأصقاع وبددت أحلامهم ومستقبل أبنائهم، لا لشيء سوى تلذذا ونكاية بأنفسهم المسحوقة والمهانة، ظنا منهم أن في ذلك انتصارا لهم على رفاقهم في الميدان. فأي هوان وانحطاط ذلك الذي أصابكم؟ عبد السلام محمد لم يذهب بعيدا وتحدث عن الموضوع ذاته، وقال من وقف مع انقلاب ميليشيا الحوثي في العام 2014 ذاتهم من يشككون بقدرات ووطنية أبطال الجيش الوطني. لم يكن الانسحاب التكتيكي الذي أعلن عنه الجيش إلا كشفت المجاري التي انكشفت من قبل في حرب عمران وقبل سقوط العاصمة صنعاء. لقد كشف الجيش بهذه الخطوة خدم الإمامة وأذيالها، فهم نفسهم من دفع عن انقلاب الحوثي عن الجمهورية، وهم من سخروا من الجيش وقادته. أحمد شبح له تغريدة عن اللوحة الوطنية التي شكلها أبطال الجيش الوطني من مختلف محافظات الجمهورية اليمنية لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة. في معارك نهم وصرواح والجوف والبيضاء يقف أحرار القوات المسلحة جنبا إلى جنب من مختلف مناطق ومحافظات الجمهورية، يجمعهم الهدف الواحد والقضية الوطنية. يقف ابن صعدة شمالا بجوار ابن عدن وأبين جنوبا، ويقف ابن الحديدة غربا بجوار ابن المهرة وحضرموت شرقا، قادة وأفرادا تحت لواء الشرعية والجيش. يوسف عجلان تحدث في تغريدة له عن أبطال الجيش الوطني وعن الظروف الصعبة والقاسية التي يمرون بها، لكن رغم كل تلك التحديات والعواق التي تقف أمامهم لأنهم ما زالوا متمسكين بجمهوريتهم ووطنيتهم لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب. لأكثر من 6 أشهر وأبطال الجيش صامدون في نهم بلا رواتب. حشد الحوثيون كل قواتهم واستخدموا كل ما يملكون من قوة. الجيش الذي يصمد في وجه كل هذه الهجمات بلا رواتب وأسرهم تبحث عن لقمة عيش لا يمكن كسره مهما حاول البعض الإساءة لهم. تحية لهم ولا عزاء لمن خذلهم وخذل عائلاتهم. علي العمراني تحدث عن ركود الجبهات وقال هذا لا يعني بأن عدم يقظة وجاهزية أبطال الجيش الوطني. ما دام أن هدف تحرير صنعاء وغيرها من المناطق الخاضعة للحوثي قد تعرقل أو تعطل منذ فترة لأسباب غير مفهومة وغير معقولة، فمن الطبيعي أن يتجه الحوثي للتوسع في كل المناطق بالقتال والحرب كما هي طريقته منذ البداية.
لكن ذلك لن ينهي الرفض لمشروع الحوثي ولن ينهي الحرب. نختم لكم هذه الجولة بتغريدة لعبد الله إسماعيل الذي ذكر بالماضي وكيف وقفت المحافظات في وجه تمدد ميليشيا الحوثي الانقلابية وكيف كسرت في عدن وكذلك في محافظة مأرب وغيرها من المحافظات، وقال: من وقف في وجههم بالأمس لا يمكن له أن يخضع لهم اليوم. والحوثي يبتلع المحافظات ككوليرا ابتلعته مأرب وكسرته عدن وأصبح هباء في جبال البيضاء وسهول أبين وشبوة، ولولا رغبة إنقاذ أممي لما توقف أبطال الساحل إلا بنهايته. ثقوا أن معركة غير خاسرة مع مرتزقة إيران، وأنها مهما طالت فوعدها النصر بتضحية الأبطال، تجاوزوا اليأس وتسلحوا بالثقة المطلقة. انتهت جولة اليوم من حديث الصحافة، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.